كنا نجهل أشياء الكثير عن نزاع الصحراء أو عن قضية الصحراء وعن جبهة البوليزاريو، إلا أنها كانت تتغلغل شيئا فشيئا عبر تلك الدعاية الزائفة. ونحن انطلاقا من التزامنا ومن مبادئنا النضالية ومراهنتنا على حل النزاعات بالسلم، سعينا أن نركز على دعم الطرح المغربي، لأن هذا النزاع له تداعيات سياسية على الاستقرار. نعم، القضية شائكة، لأنه يتعين عليه أن نقنع حكوماتنا على أن تتخذ موقفا واضحا يدعم حق الدول في المحافظة على وحدتها الترابية دون أي انتقاص منها، وأن نجد الصيغة المثلى أو الفضلى لتمكين الشعوب ذات الخصوصية في ذلك البلد من ممارسة حقوقها دون مس بها. زيارة سيريكو لليما وضعتنا في اتصال مباشر مع سفير المغرب بالمملكة المغربية، سفيرة المملكة المغربية بجمهورية البيرو، ومن تلك اللحظة أصبحت علاقاتنا وثيقة بسفارة المملكة المغربية، وفهمنا القضية بعد أن قدمت لنا الحقائق. وتعلمون أن سفارة المملكة المغربية تبذل مجهودات كبرى بالمقارنة مع سفارات مصر وأمريكا الجنوبية، فالقائمون على سفارة المملكة المغربية البيرو يتمتعون بالحيوية في أولا التواصل مع محيطهم ومع البلد، وأيضا مع نقل الصورة الحقيقية وتقديم المعطيات والمعلومات، وهذه المعلومات هي ضرورية بالنسبة لنا، لأننا كنا نجهل كثير عن هذه القضية، لأن دون معطيات ودون توفر معلومات لا يمكننا أن نقدم حلولا لهذه القضية. وبالتالي أصبح الآن لدينا قناعة وموقف واضح تجاه مسألة الصحراء الغربية جغرافيا والمغربية انتماء وهوية، وهذا هذه التوصيات إن شاء الله سنعمل على تعميمها وعلى نشرها في كل الآفاق. إن حل هذا النزاع يقوم على الاتصال بين الأطراف، هناك إرادة سياسية واضحة من طرف المملكة المغربية التي تعمل على إيجاد حل سياسي نهائي وسلمي وتجاوز جميع العقبات التي يطرحها خصوم المملكة المغربية، سواء في جبهة البوليزاريو أو أي طرف آخر له مصالح معينة. المغرب عبر عن نيته الصريحة والواضحة لإيجاد حل، وقدم مشروع الحكم الذاتي، وهو مشروع مهم جدا ومتقدم، والدليل على ذلك أن الأمم المتحدة وافقت عليه، ولكنها بطيئة ولا ترقى إلى جدية ومصداقية هذا الحل الذي قدمه المغرب. فتعلمون أن البيروقراطية في الأمم المتحدة تعمل عملها وتؤخر العمل على أجرأت وتنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل. ونحن في البيرو نعمل على فكرة جعل هذه القضية واضحة المعالم في جميع المحافل وفي وسائل الإعلام، وقد وضعنا رابطا في موقعنا الإلكتروني من أجل تعريف البيروفيين بحقيقة قضية الصحراء حتى يصبح المجتمع البيروفي على اطلاع وإلمام بالحقائق التاريخية وعلى مقترح الحكم الذاتي الذي لا يذكره أنصار جبهة البوليزاريو أو ممثلوها، فهم يتقدمون كأنهم ضحايا. إن مبادرة التي قدمها الملك محمد السادس ستساهم في
في حل هذا النزاع بالشكل النهائي. إن المغرب استثمر كثيرا في تنمية الأقاليم الجنوبية، ولا ننسى كذلك أن المغرب أنشأ معهدا في البيرو للحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات، وأشرف على تدشين وأشرف على تمويله الملك محمد السادس. وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على انخراط هرم السلطة في المملكة المغربية وشخص الملك محمد السادس على دعم السلم والاستقرار عبر العالم وليس فقط في الأقاليم الجنوبية. نعم، هناك قضية البوليزاريو وكيفية وطريقة انتشارها عبر وسائل الإعلام، لأنها تدفع لبعض الصحفيين بالدولار، ولكن لحسن الحظ أصبح لدينا بعض الصحفيين المتعاطفين الذين أصبحوا يتعرفون على دراية بالقضية في حقيقتها ويكتبون لدحض تلك الادعاءات الزائفة. فنفس الشيء كذلك بدأنا نتصل بجمعيات المجتمع المدني في البيرو ونقدم لها هذه المعطيات من أجل أن تنخرط في دعم مبادرة المغرب وأن تتحول هذه الاتصالات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ بغية دعم هذا المقترح. نحن هنا في هذا المحفل في هذا اللقاء نعبر عن دعمنا اللامشروط مشروع الحكم الذاتي استنادا إلى حق المغرب التاريخي في استرداد أقاليمه الجنوبية وفي المحافظة على وحدتها الترابية. بصفتنا أكاديميين أو مسؤولين أو مفكرين أو ممثلين للجمعيات غير الحكومية، نحن مدعوون إلى تحرير وثيقة وتوصيات بأفكار تكون عملية تدعم طرح المملكة المغربية حتى تنضم حكوماتنا إلى دعم هذه المفاوضات لتفضي إلى هذا الحل السلمي. ونحن أيضا مدعوون إلى تطوير أساليب جديدة للعمل، وهو ما نسميه في بلدنا لا بيمبا، أي الوقوف على ما تم إنجازه والنظر إلى المتغيرات من أجل صياغة وسائل جديدة للعمل، ولا يتأتى ذلك إلا بالإطلاع على ما يجري بخصوص هذا القضية. فالمواطنون في بلدي يجب أن يعرفوا أن السكان المحجزون في مخيمة تندوف هم من يعانون من خروقات لحقوقهم ويعانون من الاعتقال ومن التعسف ومن التجاوزات، أما غالبية سكان الصحراء والأقاليم الجنوبية ينعمون بالرخاء والسلم بصرف النظر عن الإكراهات التي يمكن أن نجدها في أي بلد من البلدان. إذن هناك إرادة سياسية معبر عنها من طرف السلطات المغربية، ويجب علينا أن نضم صوتنا ونقوم بكل ما أوتينا به من جهد لدعم هذه الإرادة المغربية الصادقة في إيجاد حل عملي ومقبول. والطرف الآخر عليه أن يكون أيضا واقعيا، ونعلم أنه يضع العراقيل تلو العراقيل لأن أمره قد انفضح أمام الجميع. فمقترحاتنا التي نقدم في هذه الوثيقة ستكون مهمة، لأن هذا اللقاء يجب أن يستمر عبر تواصلنا، لأن فضاء يمكن كذلك أن نفكر في خلق شبكة معلوماتية افتراضية تكون بمثابة أرضية ومنتدى نتواصل من خلاله بخصوص كل مستجد وكل مقترح يدعم هذه المبادرة المغربية. نحن هنا نفكر في نحن مجتمعون لدعم حق الساكنة الصحراوية في أن تعيش في برفاهية وفي جو
مطبوع بالاستقرار والأمن. بالتالي فإننا ندعم هذا المشروع، مشروع الحكومة الذاتي، لأنه مشروع عملي وسيسد الطريق أمام الآخرين، أمام الذين لا يقبلون بالواقعية وما زالوا يرغبون في استغلال الوضع لمصالحهم المغرضة. وسفارة المملكة المغربية في بيرو دعتنا غير ما مرة أن يكون لها حضور وازن بخصوص هذه القضية، ونشكرها على أقول لإخواني الصحراويين وأخواتي الصحراويين بأنهم ليسوا بمفردهم، بأن هناك الكثير من سكان أمريكا الجنوبية الذين يدعمون استقرارهم ويناضلون من أجل وضع حد للمعاناة التي يعيشها إخوانهم وأقرباؤهم وأسرهم التي توجد محتجزة في مخيمات تيندو. وسندعم الحل المتفاوض بشأنه ومشروع الحكم الذاتي. شكرا. شكرا خورخي. وأود أن أركز فيما قلته على فكرة خلق شبكة لشبكة افتراضية عبر الشبكة العنكبوتية، ويمكن أن تكون شبكة دائمة ومستمرة، وأعتقد أنها مبادرة جميلة جدا. يمكن أن تنبثق عن هذا الملتقى الذي احنا بصدده إذا أجمع عليها المشاركون، وأعتقد أنها ستكون فضاء لدعم مبادرة المغرب. إن مركز الدراسات والفكر الصحراء هو مؤسسة مستقلة، صحيح أن مقره في العيون وأهدافه تجدونها في المطوية، حيث يهدف من بين إلى دعم جميع المبادرات وأن تنخرط الحكومة والفاعلون الجهويون لمنظمات المجتمع المدني والمسؤولون المحليون من أجل إيجاد صيغة متوافقة وحل مقبول تقبل الساكنة المحلية في إطار للحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. إن التعبير عن هذه الإرادات وعن حسن النوايا في دعم هذا المخطط، الفريق القانوني الذي توسط هذه الجلسة على الجانب الأيمن سينكب على إيجاد التعبيرات القانونية لما تم التعبير عنه من هذه النوايا خلال جلسة البارحة وهذه الجلسة الصباحية. هناك بعض المداخلات التي بقيت لدينا، وبعد ذلك سننتقل إلى الانكباب على دراسة مشروع الحكم الذاتي والتعرف على بعض تفاصيله. أعتقد أنكم قرأتموه وقد تم إرساله لكم عبر البريد الإلكتروني، وهذه الوثيقة هي التي ستجعلنا نشتغل على معطيات ملموسة. نواصل. لقد أصغينا جميعا إلى الأفكار والتوصيلات التي اقترحها المشاركون في هذا اللقاء. طبعا كلنا ندعم حلا سلميا عادلا، وتم كذلك الإشارة وذكر التجاوزات والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في مخيمات الاحتجاز بتندوف. فالشعب الصحراوي كما تعلمون ليس هو الشعب الموجود في المخيمات، ذلك جزء ضئيل منه. الشعب الصحراوي هو الذي يعيش على أرضه في الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية، وهذا الشعب الصحراوي الحاضر معنا والذي نعيش الآن بين أحضانه هو الذي يرغب في الاستقرار هنا والمكوث ضمن السيادة المغربية. نعم، الشعب الصحراوي، هذا المشروع، مشروع الحكم الذاتي، ليس وثيقة إدارية مغربية، ولكنه يعبر عن إرادة المملكة المغربية وكذلك عن أفكار
الفاعلين في المجتمع الصحراوي. فالشعب الصحراوي هو الذي سيجد الحل لهذه القضية، ولا أحد من الخارج سيفرض عليه أي حل كيفما كانت طبيعته. لذلك استنادا أن نقرأ مرة أخرى هذه الوثيقة، وعلى ضوئها نقدم المقترحات استنادا إلى ما قيل وما ذكر وما تم نشره. نحن لا ندعي بأننا سنقدم حلا للمملكة المغربية أو للأقاليم الجنوبية، نحن هنا فقط لدعم هذا المقترح، لأن الشعب المغربي والساكنة الصحراوية عبرت بشكل واضح عن رغبتها في الانخراط في دينامية إيجاد هذه التسوية السلمية والعادلة لقضيتها عبر مشروع الحكم الذاتي. شكرا. أكيد كما قلنا في بداية هذه الصبيحة سننهي المداخلات من أجل الانكباب على الوثيقة المهمة لمشروع الحكم الذاتي، لأن كلكم تتوفرون على نسخة منه. نواصل إذن البرنامج ونترك الكلمة للسيد محمد السياعي. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لجميع الزملاء والزميلات. بداية أتقدم بالشكر لمركز الصحراء للدراسات والتفكير، وعلى رأسهم الأخت السعداني وجميع الطاقم العامل معها مع حفظ الألقاب. بداية عرفت المملكة المغربية حقبة استعمارية مختلفة عن تلك التي شهدتها دول أخرى، حيث وجدت المملكة نفسها مقسمة في عام 1912 إلى مناطق محتلة من طرف المستعمر. وبعد تاريخ حافل من المقاومة ضد الاستعمار، بدأت المملكة تسترد تدريجيا أراضيها المستعمرة عن طريق المعاداة الدولية المتفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية من أجل استكمال وحدتها الترابية. وبعد نيل الاستقلال في عام 1956، شرعت المملكة المغربية في مفاوضات مع إسبانيا أسفرت عن استرجاع تدريجي لبعض المناطق من جنوب المملكة، وهكذا تم استرجاع كل من طرفايا في عام 1958 وسيدي إفني في عام 1969، ثم جهة الساقية الحمراء وادي الذهب المعروف باسم الصحراء اعتبارا من عام 1975 بموجب معاهدة مدريد، ليتم بعد ذلك إبلاغ الجمعية العمل المتحدة بذلك. وبالنظر إلى الاعتبارات الجيوسياسية المتصلة بسياق الحرب الباردة، عملت الجزائر على عرقلة مسلسل استكمال الوحدة الترابية المغربية، وشرعت في تطبيق سياسة ممنهجة من أجل إحباط كافة مجهودات المملكة المرتبطة بحقوقها المشروعة في استكمال وحدتها الترابية. وبعد أن فشلت الوساطة الإفريقية عام 1976، عهدت قضية الصحراء إلى الأمم المتحدة. وعندما طرح الوسيط الأممي الأسبق في ملف الصحراء المغربية جيمس بيكر خيار الحل الثالث، إدراج الجزائر طرفا مباشرا، عليها أن يوقع التزاما لضمان حل قضية الصحراء، وسار في الاتجاه نفسه الأمين العام للأمم المتحدة خبير ديكويلر. فقد رأى في كتابه الحج إلى السلام إن عقدة الموقف في نزاع الصحراء تكمن في عدم التفاهم بين المغرب والجزائر. وتحدث في السياق نفسه مسؤولون أمريكيون أكدوا أن التفاهم المغربي الجزائر ضروري لتوطيد السلام في المنطقة، للوصول إلى هذه الحقيقة والإقناع الدولي والأممي بأن المشكل الجوهري في قضية الصحراء قائم بين دولتين هما المغرب والجزائر، ويعد خطوة أساسية لإنهاء نزاع عمر عقودا وتقدم مهما ومسارا لا محيد عنه، علما أن الجزائر حرصت دوما على التمسك بإطروحة تقرير المصير لما تسميه الشعب الصحراوي، بينما يعتبر المغرب جبهة بوليزاريو صنيعة النظام الجزائري الذي ولدت في رحمه ودعمها عسكريا وماليا ودبلوماسيا ولوجستيكيا، وإنه من دون الجزائر ما كان للبوليزاريو أن توجد أصلا. وردا على دعوات مجلس الأمن الدولي من أجل إيجاد حل لهذا المأزق السياسي، قدمت المملكة المغربية في 11 أبريل 2007 للأمين العام للأمم المتحدة المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي للصحراء.
تعتبر هذه المبادرة ثمرة مسلسل تشاوري موسع على المستوى الوطني والمحلي انخرطت فيه كافة الأحزاب السياسية والمواطنين والمنتخبين بالمنطقة من خلال المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية بهدف الوقوف على مختلف وجهات النظر المتعلقة بصياغة مشروع للحكم الذاتي في الصحراء. واستكمل هذا المسلسل بإجراء مشاورات على المستويين الإقليمي والدولي حول المبادرة المغربية من أجل الاطلاع على وجهات نظر البلدان المعنية والمهتمة بهذا النزاع الإقليمي. تضمن المملكة المغربية من خلال هذه المبادرة لكافة الإخوة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها بعيدا عن التمييز أو الإقصاء، ومن هذا المنطلق سيتولى سكان الصحراء وبشكل ديمقراطي تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية تنفيذية قضائية تتمتع باختصاصات حصرية، كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. تشكل هذه المبادرة حلا وسطا وتنسجم مع الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ومبدأ حق تقرير المصير، ويخضع نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء المنبثق عن المفاوضات لاستشارة السكان المعنيين. وفي محاولة يائسة لإفشال هذه الدينامية الجديدة، ما فتئت بوليزاريو تتمسك بأطروحات متجاوزة ولا تضمن أي جديد من شأنه الإسهام في حل هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء. في 30 أبريل 2007 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1754 الذي مثل نقطة تحول في مسار هذه القضية، مرتكزا على أهم النقاط التالية: عدم وجود أي مرجعية إلى المقترحات السابقة، لا سيما مخطط بيكر الثاني، ودعوة الأطراف ودول المنطقة لمواصلة التعاون التام مع الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، وتقدير الجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية، تكريس التفاوض كمنهجية مدعومة من طرف المجتمع الدولي لحل هذا النزاع وكوسيلة للاستجابة في حل النزاع، طلب الأطراف للدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، اختيار مجلس الأمن لهذا التحول الحقيقي وتبنيه إلى القرار رقم 1754. صارت الجمعية العامة المتحدة في نفس السياق للقطيعة مع المقاربات السابقة، وفي هذا الصدد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2014 بدون تصويت على قرار حول قضية الصحراء المغربية كانت قد صادقت عليه اللجنة الرابعة في أكتوبر من نفس السنة، والذي جددت خلاله الجمعية العامة دعم الأمم المتحدة لمسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه ولمعايير المفاوضات التي حددها مجلس الأمن في 2007. وهذا ما أكد عليه في ويتبين لنا من خلال هذه المصادقة على أن الجمعية العامة قد انضمت إلى مجلس الأمن في ندائه إلى الأطراف الأخرى التي تظل حبيسة موقف جامد ومتطرف للتعبير عن الإرادة السياسية اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي توافقي تحت إشراف الأمم المتحدة. وهذا ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، حيث اعتبر جلالته أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف بأن اختيار المغرب للتعاون مع جميع الأطراف بصدق وحسن نية لا ينبغي فهمه على أنه ضعف أو اتخاذه كدافع لطلب المزيد من التنازلات، وإن حل القضية لن يتم دون تحميل الجزائر المسؤولية باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع، وأن قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب قضية وجود لا حدود، وأن المملكة على طاولة المفاوضات لا تفاوض على سيادتها ووحدتها الترابية. وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوبليبيان خلال محاضرة له على هامش منتدى كرانس مونتانا الذي احتضنته مدينة الداخلة في الجنوب المغربي على أن هناك ضرورة ملحة لوجود حوار سياسي بعد مرور 40 عام على نزاع مؤلم حول الصحراء، مضيفا أن هذه الظرفية المضطربة وغير المستقرة لن يكون بمقدور أي واحد
الاقتناع أو حتى القبول بوجود نزاعات على في وضعية جمود. من جهتها دعت كيم بولدوك الرئيسة الجديدة لبعثة المونورسو إلى دعم كل ما من شأنه المساهمة في إرساء السلم في المنطقة، وأن مقترح الرباط للحكم الذاتي لأقليم الصحراء المغربية مهم جدا ويتعين الاشتغال عليه. كما عبرت عن رغبتها في المساهمة في إيجاد حل يفضي إلى السلام في منطقة غرب إفريقيا، ولتسليط الضوء على الفضائح والخروقات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية التي جرى رصدها منذ أكثر من 10 سنوات لفائدة مخيمات تندوف. سيعالج البرلمان الأوروبي خلال الأيام المقبلة تقريرا أنجزته اللجنة الأوروبية لمحاربة الفساد للوقوف على تحريف وجهة هذه المساعدات والتلاعب والاتجار بها من طرف البوليزاريا والجزائر. وبدأت عملية رصد توجيه المساعدات وسرقتها والتلاعب بها عندما وجد مسؤول أوروبي كان يقضي عطلته في مالي على أن المساعدات الأوروبية الموجهة إلى مخيمات تندوف تباع في أسواق مالي، وبدأ التحقيق على مستويين: طريقة اختلاس المساعدات ونسبة المستفيدين. ويؤكد التقرير وجود 41 ألف من اللاجئين وليس 150 كما تدعي جبهة بوليزاريو. وعلاقة بالنقطة الأخيرة، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى الأقمار الاصطناعية لرصد العدد الحقيقي لنسبة الصحراويين في مخيمات تندوف، وتبين أن عددهم لا يتجاوز 91 ألف، وهو رقم غير دقيق في نظرنا، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي كان يقدم مساعدات إضافية لقرابة 64 ألف من الأشخاص الوهميين. وبالنسبة لعملية الاختلاس، وجد محققو الاتحاد الأوروبي أن الاختلاس الممتد ما بين 2003 إلى 2007 كانت تبدأ مباشرة من ميناء وهران، حيث يتم توجيه جزء هام من المساعدات، وأن الاتحاد الأوروبي كان يقدم مساعدات على أساس 150 ألف شخص بينما العدد هو 91 ألف أو أقل. وبالتالي فإن الفائض يباع في الأسواق الجزائرية ومالي وموريتانيا. وفي الوقت ذاته يقف التقرير الأوروبي على اختلاس من نوع آخر، وهو تغيير المساعدات ذات الجودة العالية بمساعدات محلية في الجزائر ذات جودة أقل بكثير. كما يقف التقرير على نوع من الاعتداءات الأخير من الاغتناء الآخر، فقد كان يتم توجيه مساعدات ومبالغ مالية لبناء مدارس ومستشفيات، وكان الأسرى المغاربة من الجنود هم الذين يقومون بذلك، بينما التعويضات المالية المخصصة للعمل كانت تنتهي في جيوب مسؤولي بوليزاريو. من جهتها ما فتئت المملكة المغربية تدين وبأشد العبارات انتهاكات حقوق وحريات ساكنة مخيمات تندوف، وتدعو إلى إحصاء السكان ورفع الحصار المفروض عليهم، والانتباه إلى الوضعية المأساوية لساكنة هذه المخيمات بسبب انتهاك حقوقهم وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهم. مؤكدا أن ملف الصحراء دخل منعطفا حاسما منذ طرح المغرب مقترح الحكم الذاتي الذي وصفته قوة وازنة في مجلس الأمن الدولي بأنه جدي وواقعي وذي مصداقية، وعلى الرغم من انطلاق مسلسل المفاوضات المباشرة منذ سنوات بين المغرب وجبهة بوليزاريو تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور دول ملاحظة، فإن متابعين عديدين للملف يجمعون على أن النزاع قد لا تحسم فيه الإجراءات القانونية للأمم المتحدة ولا تعقيدات موازين القوى داخل مجلس الأمن، ما يحتم أن تحرك مسارات أخرى من التفاوض المباشر بين المغرب والجزائر، على اعتبار أن جذور نزاع الصحراء عدوان كبير لإشكالية علاقة بين بلدين جارين طبعت التوتر والاحتقان أكثر من 4 قرون. لكن السؤال الذي طرح نفسه بجدية هو: إلى أي حد يمكن أن تنجح المفاوضات السياسية المباشرة في تحقيق ما أخفقت فيه آلية القانون الدولي في الأمم المتحدة؟ ثم هل أصبحت الشروط ناضجة نفسيا وسياسيا وأمنيا لإطلاق مثل هذه المفاوضات؟ وهل يوجد في الجزائر مخاطب رسمي مسؤول مستعد للاتصال والتفاوض وليس صلاحيات فرض النتائج المحتملة؟ هناك قناعة راسخة لدى المغاربة أن في الجزائر رأس الرمح في نزاع الصحراء، إن استمرار السلطات الجزائرية الحالية في معاكستها للمغرب
يرتبط أساسا بحسابات بعض الرموز، كما أن لهذه المعاكسة علاقة بالأزمة الداخلية التي يبحث المتسببون فيه عن متنفس خارجي لتبرئة ساحتهم والتنصل من مسؤولياتهم. ولا أدل على ذلك الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق جزائرية مؤخرا على الرغم من عائدات النفط المغرية. شكرا لكم وآسف إلى الإطالة. تحية لكم جميعا. يعني أبدأ بتقديم نفسي، كريمة خرشة بن عثمان، دكتورة في التاريخ المعاصر للمغرب. يعني قمت بالعديد من الدراسات حول المنطقة في جانبها التواصلي بالأساس، ويعني قدمت مؤخرا إصدار حول نزاع الصحراء في إطار الأمم المتحدة، حديث التاريخ ومغزل السياسة. لست من أصول صحراوية، بل أنا هذا الكتاب أشتغل على ترجمات له بالفرنسية والإسبانية والإنجليزية، وقد حاولت من خلاله أن أقدم قراءة تاريخية للنزاع، بالطبع مع أخذ بالعين الاعتبار كل ما هو سياسي وما هو علاقات دولية وارتباط الملف بالأمم المتحدة كمنظمة دولية ارتبط بها الملف منذ بدايته. يعني في هذا الصدد أود الإشارة إلى بعض الأخطاء المرتبطة بهذا الملف، والتي بدأ تجاوزها من طرف الدولة المغربية، ولعل أكبرها وأبرزها هو التدبير الأحادي للملف الذي عرفه منذ البداية، والذي بدأ تجاوزه تجاوزا ملحوظا يعني من طرف المركز، والذي بدأ بتوسيع دائرة الدبلوماسية الموازية، ثم انتقل إلى توسيع أكبر ليشمل الدبلوماسية الموازية. وهذا اللقاء هو يعني دليل كبير على ما قد تستطيع الدبلوماسية الموازية أن تقوم به في هذا المجال. وبالطبع أشكر بهذه المناسبة الإخوة والأخوات في مركز الصحراء للدراسات والتأمل، وعلى رأسهم الأخت سعدة نماء العينين. فهذا اللقاء هو يجسد كما كما جاء في إحدى التدخلات، هذا التلاقح ما بين ما يمكن أن يقوم به المغرب على المستوى المركزي والمستوى المحلي وبإشراك الفعاليات المدنية، وأيضا يدل على المستوى الكبير الذي وصل إليه المغرب على مستوى الديمقراطية التشاركية في العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف نزاع الصحراء الغربية. من ناحية ثانية أود التركيز على مسألة مهمة، وهي مسألة تواصلية. يعني كما نعلم كان للمغرب هفوات كثيرة في هذا الجانب، ولكن أعتقد أنه الآن يتجاوز هذه المسألة بكثير من الدراية والحرفية، لكن أعتقد أيضا أنه يجب أن يواكب ذلك خطابا جديدا، خطاب لا يعتمد بالضرورة على ما ألفناه من خطاب رسمي، بل يجب أن يعتمد على خطاب جديد يوحد ويمكن أن يشكل جسورا للتواصل مع الطرف الآخر. الطرف الآخر هم أبناؤنا، يعني بغض النظر عن كل ما يمكن أن يقال، نحن لدينا مشاكل مع القيادات البوليساريو، وبالطبع ليس لدينا مشاكل مع إخواننا في المخيمات، بل بالعكس هم ضحايا أخطاء سياسات سابقة. هذا الخطاب أعتقد أنه يجب أن يرتكز على مصطلحات جديدة، وهذا المنتدى هو دليل آخر على ما قد وصله المغرب في هذا الإطار،
يعني باختياره استعمال مصطلح الصحراء الغربية عوض مصطلح الصحراء المغربية؟ لا أحد يشكك في مغربية الصحراء، بل بالعكس مصطلح الصحراء الغربية هو دليل آخر على ما قد وصله المغرب في هذا الإطار. من ناحية ثانية أريد أن أؤكد أن على هذا الخطاب أن يكون مبنيا على الواقع الجيوسياسي بغض النظر على ما هو مرتبط بالحق التاريخي. لا أحد يشكك في مغربية الصحراء، لكن علينا أن نعتمد على ما هو واقع جيوسياسي، ونحن الآن في ظرفية جيوسياسية مهمة جدا، خصوصا مع انتشار الأفكار الإرهابية في المنطقة والتي هي ليست في مصلحة أحد، وبالطبع لا يمكن لأي عاقل إلا أن يتأكد من أن المغرب سيبقى الضامن الوحيد لاستقرار سياسي في منطقة شمال إفريقيا بسيادته النهائية على منطقة الصحراء الغربية. من ناحية أخرى، الصحراء الغربية بعد 40 سنة، أعتقد أن الصحراء الغربية بعد 40 سنة هي منطقة متقدمة اقتصاديا، سياسيا، عمرانيا، ثقافيا، رياضيا، يعني سياسيا، حقوقيا، بيئيا، هي منطقة متقدمة بجميع المقاييس، خصوصا إذا قمنا بمقارنة مع ما يقع أو مع واقع الصحراويين في المخيمات. منطقة الصحراء الغربية هي منطقة متقدمة بامتياز، وهذا لا أريد أن أطيل. المغرب كما لاحظت العديد من التدخلات هو تقدم في العديد من المنجزات المرتبطة بالتنمية البشرية، وهو مطالب بالمزيد بالطبع، لكن في رأيي هذا المسألة مرتبطة بسؤال كبير. نحن نتحدث الآن عن أي تسوية للنزاع ترتكز على الحكم الذاتي كحل أو كتسوية منطقية مفترضة. بالطبع الحكم الذاتي هو في رأيي نموذج واقعي مركز لا يقصي حقوق الصحراويين بل يدعمها، لكن في رأيي أريد أن أركز على أن عمق المسألة وعمق الحل وعمق التسوية ليس هو فقط البحث عن شكل هذه التسوية، بل هو تركيز على ما هو اجتماعي وما هو ثقافي في المسألة، على ما هو خصوصيات محلية لوضع الإطار العام لتدبير محلي مقبل، لكن أيضا لتدبير فعال نريده أن يستمر في الزمان والمكان ويكون فعلا تسوية نهائية لنزاع مفتعل طال في الزمان والمكان. وشكرا. شكرا على هذا العرض القيم وعلى حضورك معنا وعلى هذا التقديم، وندعوك إلى أن تبقي معنا ونتمنى أن يترجم هذا الكتاب إلى الإسبانية وإلى الفرنسية وإلى غيرها من اللغات حتى يتمكن العالم من الاطلاع على هذا واقع الصحراء، وأن يترجم إلى الإسبانية ليطلع عليه المجتمع المدني وعموم الناس في أمريكا الجنوبية. سيد لامي لك الكلمة. صباح الخير. صباح الخير. أود في البداية أن أشكر منظمي هذه اللقاء وهذه المبادرة الجميلة. طبعا لقد قدمت نفسي مرة أخرى، ولكن أود أن أتقدم بالشكر لمركز الدراسات مركز الصحراء للدراسات والفكر، أتقدم بالشكر الخاص والحار للسيدة سعدان هذا اللقاء وهذا كذلك
أود أن أشكر باقي المشاركين الذين جاءوا من مختلف بقاع العالم وخاصة من دول أمريكا الجنوبية، وحضورهم هو التعبير الصادق على نجاح هذا اللقاء. نعم، جميع المسائل التي كنت أود أن أبوح بها وأن أقولها تضمنتها مداخلة باقي المشاركين. إذا كنا هنا فقط لأن نقول بأن هناك كان هناك أصلا مشكل في التواصل، لكن أصبح متجاوزا. وأعتقد بأن أغلبية النزاعات والصراعات التي تنشأ هنا وهناك عبر العالم مردها أساسا هو غياب التواصل وغياب توضيح وجهات النظر بخصوص أي قضية من القضايا. نشكر المركز الذي جمعنا في هذا اللقاء من أجل تقديم توصيات ومقترحات تدعم الحلول أو الحل الذي تقدم به المغرب لإنهاء هذا النزاع الذي عمر أكثر من 40 سنة ويشرف على إكمال 50 سنة. إن إشكالية الصحراء نعرف كيف نشأت، وتلك المغالطات التي شابتها الدولة خلال فترة مستمرة من الزمن، وأنها لم تحظى بتوافقات من طرف الفاعلين الدوليين. ولكن مقترح الذي تقدم به المغرب مدعوما بملاحظات ومقترحاتنا سيساعد على إنهاء هذا النزاع في القريب العاجل. لا بد كذلك من الأطراف من أن تتواصل فيما بينها. المغرب في المقام الأول وزميلي ميشيل سانتيز الذي جاء معي على نفس الطائرة من سويسرا، قلت له بأن كلما يحدث مشكل من المشاكل فالسبب أن هذان الشخصان لا يتعارفان أو هذان الطرفان لا يتعارفان، ولكن حينما يتقاسمان أطراف الحديث جبان أطراف الحديث أو يأكلان على نفس الطاولة أو يجلسان أو حينما يتمكنان من قضاء فترة من الاستراحة جنبا إلى جنب فالتواصل يصبح سهلا وسلسا، وهذا يساعد على حل المشاكل. نحن هنا التقينا والكثير منا لم يكن يعرف بعضنا، ولكن لاحظوا هذا الانسجام وهذا التناغم الحاصل، وكأننا نعرف أنفسنا منذ زمن طويل. إن عنصر التواصل عنصر مهم جدا، وأقول أن مسألة التواصل السلس والواضح هو الباب الأمثل لحل جميع المشاكل، أي الذي يفضي إلى تفاوض وتوافق بين جميع الأطراف. طبعا لا يمكن أن نتحدث عن انتصار هذا الطرف وهزيمة الطرف الآخر، فهي قضية ليس فيها لا غالب ولا مغلوب. إن منطق العقل يدفعنا إلى المراهنة حل المسائل بطريقة سلمية وعقلانية بإشراك جميع الفاعلين الأساسيين، أي الطرفين المباشرين والأطراف التي تساندهما، وأن تدفع هذه الأطراف الخارجية الجميع لجلوس طاولة المفاوضات وعلى دعمنا. فالمغرب عبر عن إرادته الواضحة والصادقة لحل هذا النزاع، والطرف الآخر مدعون كذلك إلى أن يبدي مرونة وأن تضغط عليه الأطراف الفاعلة لإيجاد حل لهذه القضية. قضية الصحراء وإشكالية الصحراء تقلق بالنا كفاعلين جمعويين أو كأعضاء في شبكات المجتمع المدني، ولا بد علينا من الإدلاء بدورنا وتأثير إيجابياً في حل هذه القضية. الشعب الصحراوي هنا في المغرب هو الذي يعرف خصوصيته ويعرف ما هو الحل الذي يناسبه. وأعتقد أنهم عبروا عن وجهة نظرهم في هذه الوثيقة المقدمة لنا، فلا يمكن الوصول إلى حل بدون تفاوض، بدون حوار، بدون توافق بين الأطراف كيفما كانت. كل واحد من الأطراف
يمكن أن يقدم وجهة نظره. وكما تعلمون في خلال المفاوضات كل طرف يسعى إذن إلى كسب النقاط لفائدته، لكن إذا فكرنا مليا أن المسألة بالخسارة أو الهزيمة وأن ليست قضية غالب أو مغلوب بل قضية هل لن أستفيد في الكلام لأن الزمن والوقت يداهمنا وسأتوقف عند هذا الحد. وأشكر مرة أخرى جميع المشاركين وحسنا وشكرا لحسن إصغائكم. شكرا لامي. على هذه المداخلة موريس الآن لك الكلمة السيد موريس. شكرا السيد الرئيس، أنا في زيارتي الثالثة للمنطقة الجنوبية لهذه المناطق في المملكة المغربية، وهذه الزيارة الثالثة تتيح لي التعبير عن الرضايا عن المستوى التطور الذي وصلته. لقد قمت بزيارات كثيرة للمغرب وأعبر لكم عن رضايا وسعادتي. فنحن في سنة 2015 وهذا السنة أعلنت عنها الأمم المتحدة كسنة لتقييم نتائج أهداف الألفية فيما يخص محاربة الفقر ودعم التنمية البشرية. وبالتالي حتى عنوان هذا اللقاء أي 40 سنة بعد المسيرة الخضراء في الصحراء، فهي فرصة لتقييم الإنجازات، وهناك الكثير من الإنجازات التي حصلت. وبكل حق أقول وبكل صراحة الكثير من البلدان التي زرتها خاصة البلدان السائرة في طرق النمو أو الدول الصاعدة لم تصل بكل صدق أقول ذلك إلى نفس درجة النمو التي وصل إليها المغرب. وهذا الأمر يخص كذلك الأقاليم الجنوبية. فحينما سنتحدث عن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فإفريقيا ما زالت تراوح مكانها في حل المشاكل. ليست هناك مقترحات بالنسبة لحل المشاكل أو بالنسبة لانتهاج الديمقراطية. والمغرب قطع أشواطا متقدمة في هذا الصدد. نعم، كانت منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت الاتحاد الإفريقي حاليا لها فلسفة وتصور، لكن في واقع الملموس عاجزة عن تقديم حلول، بل في بعض الأحيان تتحول هي إلى جزء من المشكلة جزء من الحل. إن التضامن الذي كان من المفترض أن يسود بين الدول الإفريقية وبين شعوبها أصبح مشوشا عليه بفعل تدخلات أجنبية وخارجية ومصالح لا تمس فقط المغرب. انظروا إلى جنوب السودان الذي انفصل عن السودان. لقد تدخلت المجموعة الدولية وبعض الدول وشجعت على انفصال هذا الجنوب، ولكن بعد ذلك الانفصال بأشهر قليلة اندلعت حرب أهلية طاحنة وقاتلة. لذلك يجب حينما نتحدث عن قضية تقرير المصير، فتقرير المصير لا يفضي دائما إلى الاستقلال، بل يمكن أن نفكر في الحكم الذاتي. كما يقول المثل، فالوحوش تولد في الظلام، وهذا الأمر ينسحب على جبهة البوليزاريو وعلى مرتزقات البوليزاريو، فقد استغلوا ظرفية تاريخية معينة تقوى فيها وأصبح لهم وجود ويريدون أن يتشبثوا بهذه المصالح. فالمجتمع الدولي اليوم مدعو للعمل حثيثا على إنهاء هذه المشكلة. فالسلم والاستقرار العالمي يدعو الفاعلين الدوليين على العمل لإزالة بؤر التوتر. ونعتقد بأننا هنا
سنعمل على حل على المساهمة في حل النزاع. إن جبهة البوليزر وجمهورية المزعومة هي هذا الوحش الذي نشأ في الظلام، وعلى عين على أفارقة أن يعملوا جنبا جنب مع المغرب لحل هذا النزاع بالطرق السلمية ودعم مقترحه للمشروع الحكم الذاتي. شكرا موريس ميشيل، تفضلي. شكرا لمنح فرصة التحدث إليكم. أشكر الجميع، كل ما عشناه منذ وصولنا وخلال الجلسة الأولى البارحة وهذه الجلسة هو مدعاة للفخر والاعتزاز والسعادة. عندي بعض الملاحظات وكلمة مختصرة حول التنمية البشرية التي تشهدها المنطقة، واستنادا إلى تجربتي كمشرف على مسائل التنمية البشرية ودعم المبادرات والأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للمناطق التي تشهد الصراعات، لن أخوض كثيرا في خلفيات هذا الصراع، ولكن أقول باختصار شديد بأن التنمية البشرية هي أداة مهمة جدا للاستقرار والأمن، والكثير من النقاط التي كنت أود أن أقولها تم ذكرها في مداخلات الزملاء المشاركين والزميلات المشاركات. فالوضع كما هو معروف تعرفونه بكل تفاصيله، ولكن حينما نأتي إلى هنا ونتحول إلى شهوديان نطلع عن كثر على واقع مختلف عما كان يتم الترويج له. إن التنمية البشرية هو موضوع شاسع ومتسع، والكثير من القضايا والمشاكل المرتبطة بالتنمية البشرية لابد أن نأخذ بعين الاعتبار، خصوصا البلد ومجموعة الضغط واللوبيات والمصالح الخارجية التي تتدخل في بعض الأحيان كما هو الشأن بالنسبة للشركات العابرة للحدود، وكذلك للمجموعات مجموعات الفساد التي لا تحب لا ترغب في أن تتغير المعادلات لأن تظن أن مصالحها ستضرب في الصميم. إن التنمية البشرية هي سبيل لتطور المجتمعات، وعندي فرضية سأطرحها عليكم. إن تطور فرد من الأفراد يكون رديفا أو معيارا لتقييم تطور مجتمع من المجتمعات أو مجموعة من المجموعات البشرية. والأفراد إذا ما نعموا بالرخاء وبجو يتمكنون فيه من تربية أبنائهم وأن يكون له كسب وعيش كريم كأفراد ذاتيين، هذا يدل على أن مجموعتهم أو مجتمعهم سائر في طريق النمو. هذه المشاكل المرتبطة بتنمية الأفراد نجدها أيضا حتى في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات الأوروبية، وهذا ما يخلق بعض مظاهر العدوانية وبعض مظاهر الإجرام، وهذا يدفع الفاعلين والمسؤولين إلى التعاون فيما بينهم لتلبية احتياجات الناس وضمان العيش الكريم لهم، وهذا هو ما نشهده في المناطق الجنوبية في الأقاليم الجنوبية. لابد علينا أن نعمل على أن نكشف هذا الواقع ونطرحه أمام العالم، فمعرفة كل واحد منا بهذا الواقع يجب أن تدفعه إلى تنوير الرأي العام العالمي في جميع المحافل وتنوير رأي المجتمعات المحلية في بلدي. نعم، المنافسة شديدة بين الأفراد وبين المجتمعات وبين الدول، ولكن هذا قد يدفع إلى التطاحن إذا كانت المنافسة غير شريفة. أما إذا كانت هناك قواعد فهذا هو الذي سيضمن للجميع الحق في الكسب، ويمكن أن نسقط هذا التفكير على مسائل التنمية البشرية. فالدولة يجب أن تكون مثل مدير الأوركسترا أو المايسترو الذي يقود جوقة موسيقية من عازفين مختلفين، وهي التي تضمن التوازن بين الأفراد. يجب أن تتيح للأفراد مجال للإبداع وللمساهمة في التنمية، تنمية البلد وتنمية فيهم كأفراد وتنمية مجتمعاتهم المحلية.
الدولية. بناء السلم العالمي هو الأداة المثلى للقضاء على الحروب. نعم، تجارة الأسلحة رائجة، ومصانع الأسلحة ما زالت تنتج الأسلحة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة اللجوء إلى السلاح ولا الصراع من أجل حل المشاكل. إن قيم السلام وقيم الحب التي يمكن ترويجها منذ السن المبكر للأطفال في المدارس، وكذلك نشر قيم المساواة والمناصفة والتسامح، هو الذي يشجع الناس على الإنتاج وعلى الإبداع وعلى التشبع بقيم التنمية المستداوة، وما يضمن للأجيال القادمة فضاءات للعيش الكريم وتمكين المجتمعات المحلية من الانفتاح على المجتمع على العالم. الناس أصبح قرية كونية، قرية صغيرة، ولا بد على القائمين على مسائل التربية أن يراهنوا على الناشئة وعلى الأجيال الصاعدة منذ نعومة الأظافرين في التعليم المبكر أو التعليم الابتدائي وسائر أسلاك التعليم من أجل التشبع بهذه القيم. لا بد أن نعلمهم بأن اختلافاتنا لا يجب أن تكون مدعاة لخلافاتنا، فالاختلاف شيء محمود، أما الخلاف هو أمر مرفوض. إن الخلاف يمكن تجاوزه بالانفتاح على بعضنا وتقبل الآخر. فالموارد كما تعلمون، الموارد على الأرض هي موارد محدودة، وهناك جزء من البشر يبذرون ويصرفون بشكل مبالغ فيه على حساب احتياجات جهات أخرى، وبعض البشر الذين يعانون من الحرمان والتهميش والفقر. الموارد إذا وزعت بشكل عادل واستعملت بشكل ذكي باحترام الطبيعة واحترام التنمية المستدامة ستكون كافية لإطعام جميع السكان وضمان العيش الكريم لكل سكان الأرض. يجب أن نوعي الإنسان أينما كان في المغرب وفي غيره من البلدان على أن الأرض بموردها هي محدودة، ولن يتأتى ذلك إلا عبر التربية وإدماج عنصر التنمية البشرية والتنمية المستدامة في المسالك التعليمية والمدارس والثانويات وغيرها. لابد كذلك من نشر قيم التضامن حتى تصبح مجتمعاتنا قادرة على الإبداع وتمكين كل فرد من المساهمة في مجهود التنمية. لا يجب أن نكون مستفيدين سلبيين، بل يجب كذلك أن نكون فاعلين وأن نساهم بمجهودنا كل حسب طاقاته وقدرته في هذه التنمية المستدامة والعادلة. وبالنسبة لمنظمة غير حكومية التي أعمل ضمنها، تفكر في طرح فكرة خلق محكمة دولية، محكمة للبيئة، من أجل محاكمة وإدانة جميع السلوكات الفردية أو سلوكات الدول أو الشركات التي تؤثر على البيئة وتضر بموارد الأرض. لا بد كذلك من تشجيع الأفراد على روح المبادرة وخلق المقاولات الفردية أو الجماعية التي تخلق مناصب الشغل، ليس فقط لهم بل تخلق ثروة وقيمة مضافة لكل من يحيط بهم، أي مناصب شغل مباشرة أو غير مباشرة، وأن تخلق دينامية اقتصادية. الإبداع، الإنسان قادر على الإبداع والابتكار، هو يتأتى دائما عبر تلاقح الأفكار ووضع تصورات جديدة للتنمية. وكما قال ألبرت أينشتاين، لا يمكن حل أي معضلة أو أي مشكلة إلا بتغيير درجة الوعي أو طريقة تناول تلك المشكلة والقضية. تعلمون أيضا أن مسألة تمويل المشاريع تؤثر على تمويل المشاريع التنموية،
لابد من التفكير في صيغ تمكن الجميع من الاستفادة من المشروع وأن تمول بشكل لا يفترض فيه فوائد مرتفعة من طرف المانحين على المستفيدين. أعتقد بأنه يتعين علينا أن نخلق أساليب للتمويل بديلة عن وسائل مؤسسات القروض الدولية والمانحين، لأن الرأسمالية الجشعة والمتوحشة هي التي تخلق الفقر والتهميش. وكذلك كما أشار زميلي بأن التواصل وأن نفهم بعضنا البعض هو نقطة مهمة لتجاوز جميع المعضلات وسوء الفهم، فالحوار هو سبيل لتعزيز قيم السلام وهو سبيل لبناء مجتمع عادل يتيح لكل فرد فيه ولكل مجتمع أن يتقاسم نفس القيم مع شركائه في الإنسانية. وشكرا. ميشيل muchas gracias. شكرا ميشيل. نترك الكلمة إلى مالوسا. شكرا سيدي الرئيس. شكرا للمركز. في المقام الأول أود أن أهنئ وبكل صدق وحرارة. شكرا أنطونيو على هذا التقديم. شكرا السعداني لإتاحتكم لي الفرصة للقدوم إلى مدينة العيون، وأولا وكذلك لتناول الكلمة في هذا الحفل الجميل لتخليد الذكرى الأربعينية لاسترجاع الأقاليم الصحراوية على المملكة المغربية، والحصيلة كما نشاهد كبيرة جدا. لقد بذل الكثير من الجهد وتم إنجاز العديد من الأمور طبعا، ونفس الحيز الزمني المتاح للتقييم هذه الحصيلة ضيق، ولكن الوقائع بالملموس تشهد على أنه بذل الكثير لضمان تحول هذه المنطقة نحو التنمية. إن القضاء والقدر هو الذي جعلني أن أصل هنا إلى المرة الثالثة للأقل من جميل، وزرنا العيون بوجدور والداخلة أنا وزميلي كمالا، وكنا في الملتقى الدولي كاترانس وزرنا العديد من المقاولات وسنزور بعضها غدا. نعم.